السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الابتدائي في شرح كل جرامر الترم الأول. عندي جرامر يونيت 1، جرامر الوحدة الأولى بتكلم عن question words، كلمات الاستفهام. عندي how، كيف، how tall، كم الطول، كم الطول لفوق الأفقي، how long، كم الطول الرأسي، و how many، كم عدد. أوكي، تعال. عندي هاو دي معناها كيف، للسؤال عن الحال او المشاعر. فلما اجي اقول هاو دو يو فيل، كيف تشعر؟ اي فيل هابي، اشعر بسعادة. عندي هاو تول، كم الطول الرأسي. هاو تول سارة، كم طول سارة، الطول فوق كده. هاو تول شي از 120 سنتيمتر طول، 120 سنتيمتر طول. How long، كم الطول ولكن الطول أفقي. How long is a pencil، كم طول القلم. It's 10 سنتيمتر long، طوله 10 سنتيمتر. How many، كم العدد، للسؤال عن العدد. How many clowns are there، كم عدد المهرجين الموجودين. There are 6 clowns، هما 6 مهرجين. طبعا عندي أسئلة على أدوات الاستفهام. How many، how tall، do you feel، I feel happy، أشعر بسعادة. يبقى هنا سأل عن الحال، يبقى how do you feel. Number two، pens are there، قال له 6 pens، 6 أقلام. يبقى سأل عن العدد، بسأل عن العدد ب how many، يبقى how many. Number three، is a boy، he is 120 سنتيمتر. يبقى هنا how tall، كم طول الولد. Number four، is a pen، it's 10 سنتيمتر. يبقى هنا how long، كم طول القلم. Number five، does she feel، she feels happy، تشعر بسعادة. يبقى how does she feel، كيف تشعر. Question number 6، is the ruler it's 20 سنتيمتر، 20 سنتيمتر. يبقى بسأل عن طول المسطرة ب how long. Girls are there، 20 girls، 20 بنت. يبقى سأل عن العدد، بنسأل عن العدد ب how many. Number 8، how many how long do they feel، they feel sad. يبقى هنا سألنا عن الحالة، يبقى how do you feel. Number 9، is a pencil، it's 15 سنتيمتر. يبقى هنا how long، عشان بسأل عن طول القلم الرصاص. How tall cars are there، كم عدد السيارات الموجودة. يبقى هنا سألنا عن العدد، عشان هو قال 2 cars، سيارتين. يبقى how many، كم عدد. Look and answer، انظر وجاوب. How many boys are there، كم عدد الأولاد. هنا هنكتب there are three boys، ثلاثة أولاد. Okay. Number two، how do you feel، كيف تشعر. I feel happy، أشعر بسعادة، أو I feel excited، أشعر بالحماس. Number three، how tall is علي، كم طول علي. أنا هنا مش شايفها، فهتبقى مثلا 120. How long is the pen، كم طول القلم، برضو مش باينة، فهنقول مثلا 15 سنتيمتر، 15 سنتيمتر. اوكي، هنا عندي verb to have، ان انا عندي have معناها يملك، وبتيجي مع ضمائر الجمع. I have، انا املك. They have، هم يملكوا. We have، نحن نملك. You have، انت او انتي او انتم، تملك او تملكي او تملكون. زائد اي اسم جمع، a plural noun، يعني اي اسم
جمع بياخد هاف. تعال ناخد مثال. I have a cold. أنا عندي برد. They have a headache. هم عندهم صداع. We have a stomachache. عندنا ألم بالمعدة. You have a cough. أنت عندك كح. لكن عندي has. Has. ودي بتاخد ضمائر المفرد. He has. هو عنده. She has. هي عندها. It has. هو أو هي لغير العاقل عنده أو عندها. زائد singular noun. أي اسم جمع. طيب. تعرف مثال. He has a fever. هو عنده حمى. She has a cold. هي عندها برد. It has a tail. هي عندها ذيل. تيل يعني ذيل. اوكي. تعال ناخد تمارين. Choose the correct word. السؤال الاول. Sarah has or have. طبعا Sarah ده اسم مفرد. يبقى has a cold. Has a cold. Sarah عندها برد. Number two. They has or have a car. طبعا هنا زي جمع يبقى have a car. Number three. We has or have. We have a cat. عندنا قط. Number four. It has or have a long tail. ذيل طويل. هنا it بتاخد has. Number five. You has or have a pen. You have a pen. أنت تملك قلم. Number six. He has have a ball. يبقى he have a ball. هو عنده كرة. Number seven. مازن and توكا. مازن وتوكا a fever. عندهم حمى. الاثنين مازن وتوكا دول جمع. يبقى have a fever. Number eight. She a brown eyes. She has a brown eyes. عندها عيون بني. Number nine. I has have long hair. طبعا انا املك شعر طويل يبقى I have. Number 10. A lion. A lion. الاسد ده اسم مفرد يبقى ياخد has sharp teeth. اسنان حد. Number 11. They or he has. Has. يبقى هناخد he. عشان he بتاخد has. A cold. Number 12. Have a ball. عنده كرة. يبقى we have. عندنا كرة عشان هنا في have. Okay. Number 13. She or I has long hair. طبعا she عشان she بتاخد has. Number 14. You it have a headache. عندها صداع. يبقى you have. عندك صداع. عشان هنا have خدنا you. لكن it بتاخد has. Number 15. They it has a fear. طبعا هنا it has a fear. نكمل مع بعض. هنا عندي ال present continuous تنس. زمن المضارع المستمر بيتكون من الفاعل بعد كده am او is او are والفعل في ing. طيب عرفنا am مع I am و is مع he و she و it و are مع they و we و you. يبقى نقول تاني I مع am. is بتاخد تلات ضمائر اللي هما he و she و it و اي اسم مفرد و are بتاخد they we ويو واي اسم جمع. طيب لما اقول لك I am walking to school. I'm walking to school. انا امشي الى المدرسه. بستخدمه علشان اعبر عن حدث يحدث الان, حاجه بتحصل في الوقت الحالي. الكلمات اللي بتدل عليه هي now, listen استمع, today اليوم, look انظر, at the moment في هذه اللحظة, و at present. الكلمات دي لما اشوفها في الجملة اعرف ان ده زمن مضارع مستمر. طيب اذا في الجملة اهو بنجيب الفاعل بعد كده على حسب الفعل بنختار يا am يا is يا are ونضيف not والفعل نحط له ing. I'm not collecting magnets. انا لا اجمع مغناطيس. السؤال بهل لو يس ونو كويشن نعمله ازاي في زمن المضارع المستمر؟ هنبدا ب is او are. is مع المفرد is he is she is it, بعد كده الفعل في ing زي is he walking to school, هل هو يمشي الى المدرسه. هجاوب او yes واخد كوما واعكس الفاعل على الفعل. yes he is, no he isn't. are مع ضمائر الجمع. are they, are we, are you او اي اسم جمع اللي هو البرولان نون, بعد كده احط الفعل ing.
Are they watching a TV program? Are خدت هنا are عشان الفعل زي وضفت للفعل ing اهو يبقى ضفت الفعل ing يبقى are they watching a TV program؟ هل هما بيشاهدوا برنامج تلفزيوني؟ هنجاوب yes وناخد كومة ونقدم الفاعل على الفعل yes they are no they aren't ومع no بنضيف ان apostrophe t. ازاي نعمل سؤال بأداة استفهام ال WH question؟ هنجيب أداة الاستفهام ونختار يا إز يا أرى على حسب الفاعل السبجكت بعد كده الفاعل في ING. What's he doing now? What's he doing now? ماذا يفعل الآن؟ He's playing sports. He's playing sports. بيلعب رياضات. تعال هنا نحل أسئلة مع بعض. يام singing. طبعا هناخد singing ليه؟ عشان هنا آم بعد الفعل في ING. Number two, he is taking photos. طبعا taking عشان قلنا بعد am و is و are هنحط الفعل ing. Okay, listen, استمع. They مالهم؟ they singing or singing. طبعا هنا اختار ايه حضرات؟ هنا اختار are singing. ليه؟ علشان هنا هندي listen. Listen دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر اللي هو ايه المضارع المستمر اللي هو am و is و are والفعل في ing. Look we play are playing plays. طبعا هناخد are playing عشان look دلت على المضارع المستمر. Number 5, Honey is collecting عشان بعد am و is و are فعل في ing. Collecting magnets بيجمع مغناطيس. Number 6, She is taking photos now. هنا هناخد is taking. ليه ما خدتش takes؟ مع ان ممكن اخد she takes في زمن المضارع البسيط عشان هنا عندي كلمة now الان وناو دي من الكلمات الدالة على زمن المضارع المستمر. Number 7, Honey and Hannah are drawing يرسموا. طبعا عشان بعد are الفعل في ing a picture يرسموا صورة. Number 8, The girl is البنت is swimming. طبعا swimming تسبح بعد is الفعل في ing. Number 9, they are eating طبعا eating. Number 10, the king is fishing. 11, she تاخد is she singing هل هي تغني. Number 12, is you eating a pizza طبعا هنا ناخد are you عشان you بتاخد are. Number 13, okay, are they drawing هل هم يرسموا هنا drawing عشان هنا بعد are فعل في ing. What you doing you تاخد are what are you doing. Number 15, what are you drawing ماذا ترسم. 16, what is he هنا is خدت he. 17, what is she is يبقى نحط الفعل ing يبقى ناخد doing. 18, what are you listening تستمع الى ايه. Number 19, are she he the listening to music يبقى are they هل هم يستمعوا الى موسيقى. Number 20, the spider العنكبوت is eating العنكبوت يأكل. Correct the verb صحح الفعل. What are you طبعا هنا في are يبقى نحط الفعل ing يبقى what are you doing ماذا تفعل. Number 2, they are هعملك is طبعا is غلط هناخد are they are taking photos. Number 3, the spider is في is يبقى نحط الفعل ing يبقى is eating العنكبوت يأكل. Number 4, we are collecting هنحط بعد are الفعل في ing يبقى collecting. Okay, is you ما ينفعش خالص اقول is you او are you عشان يبتاخد are. The king is swimming وخلي بالك هضعف الام عشان وانا بضيف الاي ان جي والكلمه انتهت بحرف ساكن قبلها حرف متحرك نضعف الحرف ايه الساكن. Number 7, what is you طبعا هنا خطا عشان هنا what are you. We are drawing نحن نرسم. He is listening هو يستمع to music إلى موسيقى. She is
playing. She is playing. Playing هي تلعب. هنحط الفعل ing. Okay. And هنا change into negative. هنغير للنفي. يعني هي جملة مثبتة وإحنا هنغيرها للنفي. طيب الجملة الأولى بتقول he's playing sports. يبقى هعمل إيه؟ هاجي عندي is وخليها تبقى isn't. يبقى هقول he كده isn't. He isn't playing sport. اوكي تمام. حط هنا لكم I am. هنخلي am تبقى am not ونكتب الجملة زي ما هي am not collecting magnets. We are تبقى we are not يبقى we are rent. ونكمل باقي الجملة. Sarah is taking photos. Sarah بتلتقط صور واحنا عايزين نخليها نفي يبقى أقول Sarah isn't. Sarah isn't. ونكمل باقي الجملة يعني لا تلتقط صور. They are running. هنخليها they aren't. They aren't running. ونكمل بقى الجملة. اوكي تعالينا بقى look and answer. هنبص في الصورة ونجاوب على الأسئلة. السؤال الأول is he singing a song. هل هو يغني أغنية؟ هنقول no وناخد كومة ونعكس بقى no he isn't. هنعكس الفاعل على الفعل ونحط إن أبصرف تي علشان قلنا no وهنا الفول ستوب. Is she drawing؟ هل هي ترسم؟ يبقى yes نعم هي بترسم اهو بعد yes في كومة ونعكس الفاعل she بعد كده is يبقى yes she is. بعد كده are you collecting magnets؟ هل انت بتجمع مغناطيس؟ no okay. ونحول you I no I am not no I am not. طبعا حولنا you I وهنا I بتاخد am not. يبقى لما يكون في سؤال يو بنحولها الاي او وي في الإجابة. اوكي are they taking photos؟ هل دول بيلتقطوا صور؟ هنقول no كما they aren't. no they aren't. نحط هنا الفول ستوب. تعال هنا what are you doing؟ ده بيعمل ايه؟ انا بغني يبقى نحول يو الاي. I am singing. I am singing a song. أنا بغني أغنية. What's he doing؟ بيعمل إيه؟ بيرسم. بنقول إيه؟ He is drawing. He is drawing. هو يرسم. أوكي. هنا بقى عندي هنكتب جملة تحت كل صورة. مدينا she singing. يبقى هنقول she is singing. هي تغني أهو. She is singing a song. هي تغني أغنية. طب هنا هي مديني واحد بيلتقط صور يبقى he's taking photos. He is taking photos. هو يلتقط صور. okay. The king is swimming. الملك يسبح. The king is swimming. الملك يسبح. طيب فول ستوب اهي. They are eating. هم يأكلون. They تاخد are. They are eating. هم بيأكلوا. بعد كده هنقول we are playing. We are playing. نحن نلعب. وهنا هنقول I am running. أنا أجري. أوكي نكمل مع بعض بقى. عندي هنا the present simple المضارع البسيط. خلينا نحكي قبل كده وهنشرحه تاني مع بعض. ال present simple ده حضرات هو لما يكون عندي الفاعل هي وشي وات وأي اسم مفرد بنحط الفعل يا اس يا اي اس يا اي اس. أوكي يعني أقول stomach digests food. المعدة تهضم. حطيت اس اهو عشان المعدة مفرد. ولما يكون الفعل I we you they او اي اسم جامع بنجيب الفعل في المصدر في الانفينيتيف. المصدر يعني الفعل بدون اضافة. فعل بدون اضافة. اوكي طيب لما نيجي ننفي بقى بننفي ازاي؟
لو كان الفاعل مفرد هي وشي وات واي اسم مفرد بناخد doesn't والمصدر. لو كان الفاعل اي وي يو زي واسم جمع ناخد don't والمصدر. تعال ناخد مثال. stomach doesn't help me move، المعده لا تساعدني في التحرك. طب ازاي نعمل سؤال بهل؟ سهل خالص، هنبدا بdoes الاول او do على حسب ايه الفاعل. لو الفعل كان هي وشي وات هنختار داز دايما كده، هي وشي وات بتحب الاس، بتحب الحاجه اللي فيها اس. بعديها هنجيب المصدر، لو كان الفاعل اي وزي وي ويو يبقى هنسال بدو وبعديهم المصدر. زي do you like your job، هل تحب وظيفتك؟ هجاوب يس واحول اي ليو واقول يس اي دو، او نو اي دونت. هنا نو حولت اي ليو وبعد كده خدت دونت وحطيت لها ان apostrophe تي. Does he like ice cream؟ هل هو يحب الايس كريم؟ Yes he does. No he doesn't. السؤال بآلات استفهام، هنجيب آلات الاستفهام بعديها هنختار يا دو يا داز على حسب ايه؟ على حسب الفاعل. لو الفاعل هو شو ات يبقى هناخد داز الفائس، لو الفاعل زي وي ويو يبقى هناخد دو. بعد كده هنجيب الفعل في المصدر. تعال ناخد مثال، where does Ali live؟ اين يعيش علي؟ هنا عشان علي مفرد خط does، يبقى آلات الاستفهام do او does الفاعل والمصدر. he lives in Cairo، هو يعيش فين؟ في القاهرة. تعال نحل اسئلة مع بعض بقى على الجزئية دي. a magnet المغناطيس attracts، طبعا المغناطيس مفرد يبقى ناخد ايه؟ الفائس. attracts metal objects. زي away يبقى run، run بس عشان مش دي عايزه ام واز قبليها، ودي هياتي لما يكون الفعل مفرد. نمبر 3 she eats apples، هي تاكل تفاح عشان she مفرد حاطين الفعل اسم. what you يبقى you تاخد do. what do you do on Saturdays، بتعمل ايه في يوم السبت. نمبر 5 I play tennis، I play ما ينفعش plays عشان الفعل اي اهو، وplaying ما تنفعش عشان عايزه ام واز وار قبليها. 6 we go، go is going home for lunch، هنا we go she goes عشان هي مفرد اهي. نمبر 8 Ali draws picture، علي يرسم صور every week كل اسبوع. نمبر 9 Sarah عفوا نمبر 9 Sarah sings a song on Saturday. نمبر 10 you always play sports، عشان الفعل you. what do you do، عشان بعد do بنجيب المصدر. we like English، فعش likes. number 13 Talia مفرد يبقى ناخد الفعل في اس، uses sign language، بتستخدم sign language اللي هي لغة الإشارة، لغة ايه؟ الإشارة. number 14 we watch television in the living room، بنشاهد التلفزيون في حجرة المعيشة. number 15 علي and Sarah feed the cat every day، بيطعم القطة كل يوم. number 16 I making my bed in the morning، طبعا I make أنا بعمل سريري في الصباح. number 17 mom always الأم دايما، طبعا مفرد يبقى cuts إذا فيش تقطع الخضروات. number 18 he often هو غالبا likes playing football، غالبا بيحب لعبة كرة القدم. خدت likes علشان الفاعل هنا هي مفرد. the lion الأسد اسم مفرد eats meat يأكل لحم. the hippo فرس النهر lives in lakes يعيش في البحيرات. the penguin البطريق lives next to the sea بيعيش بجوار البحر. what the clown look like هنا what does عشان الكلاون ده مفرد. what does he طب بعد does هنجيب المصدر. what does he look حتى لو الفعل هي طالما في do does يبقى المصدر. why do you لان he وشي عايزين does. number 25 they like the dog trainer يبقى هنا do عشان they هل هم بيحبوا مدرب الكلاب. number 26 she يبقى does she like animals هل هي تحب الحيوانات. 27 you يبقى هنا do you watch TV.
28 Does he like the clown? 29 Does she love animal? 30 The hippo الفرس النهر lives in lakes يعيش في البحيرات. نكمل مع بعض هنا correct صحح الفعل correct the verb. Okay. Does you طبعا does غلط عشان you بتاخد do يبقى do you like the circus هل بتحب السيركس السيرك. He set the table يبقى he sets هو بيعد المائدة every day كل يوم. They cut they ده جمع يبقى cut بتحبش الاس. سارة feeds طبعا سارة ده مفرد تحب الاس. سارة feeds the cat سارة تطعم القط. Number 5 I make يبقى مش هنحط الفعل اس. I make the bed. Number 6 هنا do غلط عشان she يبقى does she sweep the floor هل هي تكنس الأرضية. Number 7 Malak plays يبقى تلعب football every day. The dog trainer likes مدرب الكلاب بيحب الانيمالز. The cat drinks القطة drinks تشرب ملك. How do you feel كيف تشعر. هنا بقى change into negative غير للنفي. He likes playing football. طيب في الاول كده هنكتب قاعدة النفي احنا بننفي بايه بننفي ب don't وبننفي بايه ب doesn't. doesn't مع المفرد اللي فيها اس و don't مع الجمع. طيب he likes playing football هنعملها ازاي. هنقول he هو doesn't اهو like خباك حوش الاس عشان هنا بعد doesn't بيجيب المصدر بقى he doesn't like playing فوتبول هو لا يحب لعب كرة القدم. they sweep the floor طبعا زي هتاخد don't يبقى they don't sweep the floor هم لا يكنسوا الأرضية. بعد كده you set the table يبقى you don't set the table you don't set the table انت لا تعد المائدة. طبعا you had it don't she loves the animal هننفيها في زمن المضارع البسيط يبقى هنقول she doesn't يبقى كده هنقول she doesn't love animal she هي بعد كده doesn't ونحوش الاس من love من loves تبقى love بس عشان doesn't الاس بتروح في doesn't هي she doesn't love animals هي لا تحب الحيوانات. I collect magnets يبقى I don't collect magnets I don't collect magnets أنا لا أجمع مغناطيس. نكمل مع بعض هنا عندي a final revision. بص في الصورة look at the picture and write a sentence in the present simple بص في الصورة واكتب جملة في زمن المضارع البسيط in the present simple. اوكي تعال هنا اقول ايه زي هما بيعملوا مدينة زي وماجنتس يبقى زي collect magnets زي هما collect بس من غير اس عشان زي جمع زي collect magnets هما بيجمعوا مغناطيس. طيب هي هنا تكنس الارضية يبقى she sweeps احط لها اس the floor هي تكنس الأرضية ده بيعمل ايه بيعد المائدة يبقى نقول ايه he sets the table هو يعد المائدة. طيب هنا we love animals نحن نحب الحيوانات we love animals. اوكي تعال هنا هي بتعمل ايه بتقطع الخضروات يبقى she cuts هي تقطع the vegetables الخضروات. the boys الاولاد play بيلعبوا ايه تنس يبقى the boys الاولاد play بس عشان الاولاد دي جمع play تنس بيلعبوا
تنس. حط هنا الفول ستوب. تعالى بقى عندي ادوات الربط. ادوات الربط اللي هي اند وبط. طيب اند دي بستخدمها عشان اربط فكرتين مع بعض، ومعناها و. زي مثلا انا بحب حاجه وبحب حاجه دي، فاقول لك I like singing a song، بحب اغني اغنيه، and I like drawing picture، وبحب ارسم صور. اوكي I like collecting magnets، بحب اجمع مغناطيس، and I like playing sports، وبحب العب رياضات. but بستخدمها عشان ابين التناقض، في تناقض، حاجه بحبها وحاجه ما بحبهاش، في نفي او في حاجه مختلفه. زي مثلا I like drawing picture، بحب ارسم صور، but I don't like listening to music، ولكن لا احب استمع الى الموسيقى. يبقى هنا خدنا او يا حضرات but، وكمان قدامها كوما. I like singing a song، بحب اغني اغنيه، but ولكن I don't like taking picture، لا احب ان التقط صور. يبقى لما يكون في حاجه بعملها وحاجه ما بعملهاش بستخدم but. تعال كده نشوف الاسئله. استخدم and او but، يعني put and or but. I like singing a song and و I like drawing picture، بحب ارسم صور. number 2 I like drawing picture but، عشان هنا في نفي اهو، but I don't like listening to music. number 3 he likes singing but، ولكن he doesn't، ولكن لا يحب taking picture، يعني يلتقط صور. Number 4 she likes collecting magnets and she likes playing sports، بتحب تجمع مغناطيس وبتحب تلعب رياضات. Number 5 they like English but، بيحبوا الانجليش but، ولكن they don't like math، ما بيحبوش الحساب. We study Arabic and math، بندرس عربي وحساب. I play football and tennis، بلعب فوتبول وتنس. I don't like math، أنا ما بحبش الماس but، ولكن I like English. I feel happy but، ولكن my sister feels sad، أختي بتحس بالحزن. بعد كده عندي prepositions of place، حروف جر خاصة بالمكان. عندي next to، بجوار، between، بين، بتاخد and دي، between حاجة وحاجة، behind خلفة، on على. What's in the living room؟ ماذا يوجد في حجرة المعيشة؟ There is a lamp on the table، في لمبة على الترابيزة. There is an armchair، في كرسي متحرك، next to، أو كرسي بذراعين، next to the cupboard، جنب الدولاب. There is a bookcase، في خزانة كتب، behind the table، خلف الترابيزة. تعال ناخد أسئلة. There is a lamp too. طيب هنا بقى في تو، يبقى ناخد next، يعني يوجد لمبة next to the bed، بجوار السرير. There is a bookcase from، يبقى across، عشان across from في الجهة المقابلة. There is a television، the armchairs هنا between، بين الكرسيين، عشان next عايزة to و across عايزة from. number 4 there is a lamp on the table، يوجد لمبة على الترابيزة. There is an armchair next، next عايزة ايه to، next to the cupboard، في كرسي بذراعين جنب الدولاب. There is a table، يوجد ترابيزة، between، بين two chairs، كرسيين. هنا قال لك استخدم on و next to between. There is a lamp، يوجد لمبة طبعا على الترابيزة، يبقى on the table. There is a table next to the chair، next to جوار الكرسي. There is a bookcase behind، يوجد خزانة كتب خلف الترابيزة، يبقى behind the table. There is a cat، يوجد قطة on the bed، على السرير. There is a table، يوجد ترابيزة between، بين between the armchairs، بين الكراسي، كراسي الأنتري. وبكده حضرات نكون خلصنا كل الجرامر اللي موجود عليك في سنة تالتة، علشان يبقى عندك فيديو واحد شامل اهو. الاسئله دي من ملحق كتاب الباهر، لو انت محتاج الملحق ممكن تبعت لي رقمي موجود على لمحه. كمان ممكن لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتشارك الفيديو عشان توصلك دروس المراجعه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.